المشاهدين، اليوم نهار الاحد 10 ايار مايو 2015، عالم صباح جديد وفقرات جديده من هلا ولغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت، ونهار الاحد اكيد بيكونوا فقراته مختلفين مثل كل يوم احد. اليوم هيك لفت لي نظري هيك خبر ريتو انه صار في ابلكيشن جديده على التليفون اسمها سناب مي اب. تخيلوا يعني واحد بده يعير الالارم، بدل ما يطفي الالارم ويعمل سنوز مثلي انا شي 10 12 مره، كل مره 5 دقائق لحتى ما دغري يقوم من التخت، صار بده يضطر لحتى يقدر يطفي الالارم انه يشيل التليفون، يضوي الضوء، يجلس مزبوط وياخذ سيلفي. يعني تخيلوا لوين لحقتكم السيلفي. هيدا شخص هو عايش بايطاليا، حب يخترع هيدي الابلكيشن ويدخلها على كل الاندرويدز بشكل مجاني لحتى كل شخص منكم، في ناس اشخاص، في كثير اشخاص بيحبوا السيلفي، يعني عايشين على السيلفي او عندهم غرام اسمه السيلفي، انما هلا صاروا مضطرين ياخذوا سيلفي هن ونص نايمين، نص غفيانين، نص بعضهم مش قايمين من التخت مزبوط، لحتى يقدروا يقوموا ويبلشوا شغلهم بشكل نشيط جدا ومباشره يقوموا من التخت ما يرجعوا يقدروا يخفوا. انما فيكم اكيد تستغنوا عنها، يعني في دق الالارم عادي لانه بنعرف قديش صوت الالارم مزعج كثير لكثير من الاشخاص وانا اولهم، بس في ناس فيهم يقوموا يمكن قبل الالارم. لهذا الشيء حبيت اليوم اطرح هذا السؤال عليكم على الفيسبوك، وقلت لكم لما بتكون تقوموا على اشغالكم هل بتعيروا الالارم او ممكن تفيقوا قبله او تفيقوا من دونه، او اذا كمان بتقوموا مباشره من التخت او كمان عندكم سنوز لمره او مرتين او اكثر. هذا اليوم ضمن اطار حديثنا دائما عن الاشغال وعن المهن، واكيد مع بدايه شهر ايار بلشنا هيدا الشغله، وكنا عم نمرق لكم كمان وظائف عديده واشغال عديده مهمه جدا بمجتمعنا، انما للاسف عم بتصير نادره بكثير اوقات، بس بضل في واحد ما في يعيش بليها. اليوم كمان معنا شيف جديد بلش الاسبوع الماضي هيك شوي طلع مع الشيف شادي، انما اليوم راح ياخذ هو المهمات لوحده وراح يحاول يحضر لكم اكيد اطباق طيبه كثير وحلوه مثل ما عم نشوف هلا، وكنا عم نساله كمان للشيف جاد. شيف جاد غانم بلش معنا اليوم بعالم الصباح، اهلا وسهلا فيك. بونجور غيدا. ومثل ما بيقولوا اهلا فيك هيك ويلكم ابورد، يعني اهلا على اسره عالم الصباح. ثانك يو. اليوم اطباق حلوه ما هيك جاد؟ نعم، اليوم عندنا كذا نوع، هلا بعد شوي بنشرح عنهم. اكيد نتعرف عليهم بعدين بالتفصيل. مزبوط. انت بتفيق دغري بس يدق الالارم ولا بتفيق قبله؟ لا قبله ولا بعده. على كل الاحوال ان شاء الله بيكون نهار حلو لكل المشاهدين، خلينا نشوف شو هن محطاتنا لليوم. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، مجموعه مهضومه من فيديوز بعتوها المشاهدين لجون بيع يوتيوب، البوم جوزيف عطيه الجديد مع جون بيع غير موجي، رياضه وحماس ونشاط مع هبه بواحد اثنين ثلاثه، ضيوفنا بيعرفونا على نشاط دانس فور اكوز، موهبة جديدة ومميزة مع جون بجيل توب، ورشة ملح مع الشيف جاد على تشوكلت بهاماس. خلينا نشوف مهنة اليوم كمان ضمن إطار حملتنا اللي بلشناها هالشهر اللي هي هاشتاغ هيدا شغلي. هيك بتنزل السلة، هيك بتطلع السلة، هيك بترجع بتنزل السلة، وهيك بترجع بتطلع السلة. ما حدا يتزاك عليك ويقلك ما فيك تعبي فيها مي. السلة هي أم الدليفري وبدها معلمية. أنا بشتغل بحريك العشو، هيدا شغلي. انتو كمان شاركونا بكل شيء حابين تشاركونا فيه من خلال كمان اشغالكم لحتى تبعتونا على هاشتاغ هيدا شغلي، وفيكم تبعتونا على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح اللي بيمرق امامكم على الشاشه كل الوقت لحتى تقدروا تبعتوا فيديوز وصور كمان نقدر نحن نعرضها بعالم الصباح. مباشره هلا اول فقره بعالم الصباح الابراج وكارمن. صباحكم بالخير، يوم الاحد 10 ايار مايو، يوم القمر مرافقنا برج هوائي برج الدلو، الاجواء جيده وحلوه، الابراج الهوائيه مواليد برج الدلو، مواليد برج الجوزاء وكذلك الميزان. كيف راح تكون ابراجنا؟ بدايه مع برج الحمل، اكيد اليوم افضل من اليومين اللي مرقوا، اليوم بتتسلى في ترفيه عن النفس، في ايجابيات، واليوم حتى في حدا مهتم فيك وبيراعي لك ظروفك، والاكثر حظا 4-5 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لك اليوم مولود برج الثور وكأنك تحت الأضواء لسبب أو لآخر، وكأنه اليوم مطلوب منك تأدي عمل أو واجب، ومطلوب منك أنك تأديه بأفضل طريقة ممكنة، وبالتالي احتمال يكون اليوم في شوية توتر. كون حذر، بعد عن السرعة والمجازفة كليا، مولود 20 أيار مايو، أما الأكثر حظا هو 5 و6 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء.
اليوم في فسحة أمل كتير حلوة، خمسة أيام ومولود برج الجوزاء منه كتير مرتاح على وضعه، بالعكس يمكن حتى صار في ضغوط وتراجع وخسائر. اليوم في مجال لحتى تفرح نتفي، هالغيمة السوداء بتزيح، مطلوب منك أنك تتحرك لتحسن أوضاعك. لكن ضلك حذر، بعد عن السرعة والمجازفات كليا. سفر سنة 21 ل 23 أيار مايو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، إذا في مشكل صار مبارح أو أول مبارح، اليوم في مجال لحتى نوعا ما تمشي الحال، وبالتالي ما تسكت على مضض. إذا في شيء زعجك فيك تحكي عنه بكل هدوء. كمان إذا أنت أخطأت تجاه شخص ما، اليوم نهار الأنسب لحتى تعتذر أو تتراجع. الأكثر حظا بعده 21 ل 24 حزيران يونيو. بنكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، اليوم احتمال أنه يكون في خلاف بينك وبين شخص آخر، أو يمكن أنت من الصبح مرتاح وماشي بطريقك بشكل طبيعي، لكن فجأة تتغير الأمور وبتنقلب ضدك. الضغوط اليوم كتيرة عديدة، حاول ما تعمل مشكل، حاول تحكي مع الناس بكتير هدوء، بعتبر هذا نهار كتير مهم، عندك طاقة كتير كبيرة لكنها بحاجة إلى ضبط. الأكثر حظا هو 6-7 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء، في شغلك اليوم أو بعملك اليوم الروتيني في رغبة بإدخال شيء جديد لإله. اليوم يمكن تروح لمنطقة بعيدة، يمكن تبعد شوي، يمكن لك بالعادة تشتري أغراضك تنقول ست البيت من مكان معين، اليوم بيطلع بال لأنها تروح إلى مكان آخر. الأجواء اليوم فيها شغل، فيها دعوة إلى التجديد، وهالأمر شوي بتعب، لكن على الأقل الأجواء إيجابية. بيبقى الأكثر حظا 10 ل 14 أيلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان، اليوم في خبر حلو. يومين ما كانوا كتير مريحين بالنسبة لإلك، اليوم في خبر حلو تفرح فيه، بيطمن بالك على أهلك، أحبائك، على مسائلك الشخصية. اليوم في التفاف صوبك، وبالتالي اليوم تقدر تتحرك بالاتجاه اللي أنت بتريده. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حاليا، 1-2-3 أكتوبر تشرين الأول. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب، بعتبر هيدا نهار من الأيام الصعبة بهيدا الشهر، هو أصلا صعب. اليوم يمكن تتخانق مع حالك، يمكن مش طايق حالك، يمكن ما حدا طايقك. الأجواء اليوم متقلبة مضطربة، الجو متوتر والجو مكهرب. انتبه على صحتك وانتبه على علاقاتك بكل أنواعها. الأكثر عرضة للضغوط وللمواجهات هو مولود 10-11-12 نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج القوس. مولود برج القوس، نهار اليوم حرك، حرك في حركة، هذا نهار ناشط في كتير نشاطات، هذا نهار فعال، لأنك اليوم شو ما بتعمل تقريبا بيطلع بإيدك. لكن ما تتخيل أنه نهارك بيخلص بكير، حتى لو رحت بكير على بيتك إلا ما يطلع لك بالبيت 100 شغلة وقصة. الأجواء اليوم تطلب منك تكون حاضر، تفوكس، يعني ضروري تكون عارف حالك شو بدك تعمل لحتى تتجنب يصير في أخطاء. الأقل حظا لينتبهوا 23-25 نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي، علاقة كتير حلوة اليوم بتكون بينك وبين أحبائك، هذا نهار كتير مهم للمصالحة، نهار كتير مهم لتقرب المسافة بينك وبينهم. أنت اليوم بتقدر تخلي حالك تبين بأحلى حلة وبأحلى صورة. أجواء بتحمل ربح واحتمال يكون في تقدم واسع. 7-10 كانون الثاني يناير الأكثر حظا. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو، القمر ببرجك، الشمس بهالفترة من السنة موجود بالبيت الرابع، موجود البيت الرابع، هذا معناتها أي قرار، أي خطوة، أي شيء جديد مهم، أي صفحة جديدة عنوانها بده يكون له علاقة فيك أنت شخصياً، فيك أنت، بصحتك، بعائلتك، بأمك وبيك، إخواتك أو بزوجتك وولادك، أو حتى بهويتك، بمعنى أي شخص حابب أنه بده يسافر، عم بفكر بسفر، بهجرة أو بعودة أو بأوراق معينة ثبوتية، هيدا نهار بين اليوم وبكره كل هالامور بتبين واضحه كتير. الانشط اللي ما بيهدى هو مولود كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت، اليوم بدك تنتبه من التباس بيصير بشكل لك نوع من توتر او من خناقه
أو من يمكن مشكل، في التباس، في سوء تفاهم، انتبه من الفراغ، انتبه من خيبة الأمل، وانتبه أيضا يمكن من المحتالين. الأقل حظا اليوم هو مولود شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة جيدة لأنها مهمة جدا، بتحطك تحت الأضواء بشكل كتير كبير، احتمال يكون في تغيير أو عم تفكر تغير شغلك، مكان دراستك، أو حتى نوع الشغل بكله تغيره. أيار مايو، أيلول سبتمبر، كانون الثاني يناير أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. تعليقاتكم اللي بلشت توصل على الفيسبوك. سمية عم تقول الحاجة الوحيدة اللي ما تعودتش عليها يعني هيئتها من مصر، لأنه عم بتقول هي أوعى بدري، تصور هلأ بدري بمصر يمكن أو كمان بالدول العربية بيستعملوها. وعم تقول للوسادة حكاية عشق ما بتنتهي، معك حق، مظبوط، هي بس الوسادة والتخت وواحد ده اللي معبط فيهم، بس انه بالنهاية بده واحد يقوم من الفرشة لحتى يبدا نهاره بشكل جيد. رائدة عم بتقول بتعير المنبه وبتفيق قبل ما يرن المنبه وبتقوم مباشرة حتى تلحق مسؤولياتها. نوران عم بتقول اكيد المنبه وبعد بوقت بنزل من التخت وبيكون ما بدي اوعى. انما مها عم بتقول كمان عم بتصبحنا عم تقول شو منبه؟ في بدون منبه لانه القهوة بتكون ناطرتني. وسنة عم بتقول بعير المنبه بس ما بفيق، أصحابي بالفوايه هن اللي بيفيقوني وهن اللي بيقربوا لعندي لحتى يقدروا يصحوني الصبح. رح نتابع أكيد مع تعليقاتكم وكل فقراتنا بعالم صباح بعد لحظات. جون بيكون معنا على يوتيوب، خليكن معنا.